حقرتونا حقرينا هاد الدولة هادي كتحقرنا. هاد الدولة هادي الشماتة، هادي مسؤولين الشماتة، ما فيهمش رجولة. لأنه علاش؟ هادو كيعجبهم الفساد. أتحداو شي نهار شي ولد وزير مشى تعالج شي مستشفى، يمشي للسويسي ولا يمشي لبنو سينا ولا يمشي شي بلاصة فين؟ هزو بالطيارة خاصة ديه لفرنسا، أحسن بروفيسور يتعالج تما. وملي كنهضرو على الوطنية، فين هي الوطنية فيهم هادو؟ الوعر فيهم في هاد الوزير هذا سميتو، طايح فيهم في الوزير كيتخلص سميتو 5-6 الملايين. فين هي الوطنية؟ والوطنية كتستوجب الضحي كما كيدير الوزير في هولندا ولا في ألمان ولا في كندا ولا في الميريكان. 6000 درهم 7000 درهم اللي عطاوه عجبك الحال تبرك العجب ترجع لداركم. هي الدولة دولة الحق والقانون. انتم عندكم هنا دولة ديال الشفارة واللصوص وناهب الحق العام، ناهب سميتو الثروات. علاش؟ علاش هادشي كله؟ شاد الفساد، ما كاينش راقي، ما كاينش حاسيب. ها؟ شحال الملك براسو دار خطابات، أين الثروة ومحاسبة المسؤولية؟ أنا ما شفنا والو، ما شفنا والو، مجرد شعارات في الخطب، مجرد شعارات. خصنا الكلام أن يترجم إلى أرض الواقع. المسؤولية مقرونة بالمحاسبة، مقرونة بالمحاسبة. والملك هو براسو اعترف، قال لك أسيدي أنا براسي كيتلاقاو لي الناس شكايات، الناس كتشكاو لي. إي ولا كيتشكاو لك الناس؟ فين هاد المسؤولين هذا؟ حاسب المسؤولين. إلا ما خداش فيه للحبس. إلا السيد هاد المسؤول هذا حطيتيه أنت مثلا هنا في الريف وكيتعرضوا كل الناس في الشارع وما خداميش، هذاك السيد أنا شخصيا أنا لو كنت كنحكم، جا عندي مواطن تشكالي وجا الآخر تشكالي وجا تشكالي، بحال الرئيس ديال شي مؤسسة، مدير ديال مؤسسة اللي فسد، راه من نهار اللي خدا الفرصة غادي يخلص غيمشي للحبس. وغادي يرجع الفلوس من نهار اللي بدا الخدمه، فيكون عبره لمن لا يعتبر.